هاخدك دلوقتي يعني. في رحله ايوه ونروح على مصانع العربي ونشوف النهارده ايه المنتج اللي هنتكلم عليه من منتجات تورنيدو. النهارده هنتكلم عن المنتج في الحقيقه ما نقدرش نستغنى عنه ابدا، التكييف. وتكييف تورنيدو بقول ما نقدرش نستغنى عنه ابدا. في بعض الناس ممكن تقول لي لا التكييف غالي مش اي حد يقدر يجيبه. لا، تكييفات تورنيدو سعرها مناسب جدا، ودايما بيبقى فيه عروض، كل فتره بتلاقوا فيه عروض وتقسيط وحاجات زي كده لتكييف تورنيدو. فتعالوا نروح مصانع العربي نشوف تكييفات تورنيدو بتتصنع ازاي، وركزوا في كل حاجه بقولها عشان اسالكم سؤال ممكن تكسبوا تكييف. يلا بينا. طيب احنا هنا عند وحده التبريد الداخليه بتشغلها. طيب الوحده الداخليه اللي هي اللي جوه البيت. تمام. ايه بقى اللي بيحصل جوه الغرفه؟ هنا عمليه اللحام. بدخل بعد كده على الفاكيوم. يعني ايه؟ بفاكيوم المبخر من الهواء والشوائب. بتطلع منه تمام كده؟ زي ما عملت هناك برضه زي في الوحده الخارجيه كده. واشحن شحنه فريون عشان اختبر اللحامات دي اذا كانت بتسرب ولا لا. اوكي. هنا ايه بقى؟ انزلها على السير وادخلها غرفه اختبار التسريب. بعد كده انا المبخر ما بيطلعش فيه شحنه فريون. بسترجع الشحنه بتتقلب المبخر. تمام؟ هنا إيه على ماكينه استرجاع الشحنه، ده فريون 410 برضه لو صديق للبيئه. صديق للبيئه. تمام؟ كل تورنيدو التكييفات صديقه للبيئه بالظبط. بعد كده بعد ما اتاكد ان المبخر سليم ومفيش تسريب طلع هنا ايه بقى؟ بجمع هنا، باخد المبخر من هنا اكيبه في الكابينه. ايه دي؟ في الكابينه. ثانيه واحده. دي المروحه. دي اللي بتلف. دي المروحه اللي بتلف. دي ثانيه واحده. ايوه، بتمرر الهواء على المبخر. تمام. دي المروحه اللي بتلف اهي. تمام. دي المروحه بتمرر الهواء على المبخر. ودي نقل التبريد. اوكي. هيحط بقى عليها دي. هيحط عليها المبخر. دي اللي بتطلع لي الهواء الساقع. بالظبط. خلصت هنا، ركبوها. بعدين هنا بيعمل ايه بقى؟ تنزلها على الخط الرئيسي بقى بتاعي. تمام كده. بيعمل ايه بقى؟ اركب كفر بلاستيك للمواسير الريش بقى والحاجات دي. بالزبط. هنا بيركبها. بالظبط. لا استنى، عايز اشوف الحاجات دي. تمام. هنا هو بيعمل ايه؟ بيركب اللي هي لا الكابينه بتتجهز على خط فرعي. بجهز الكابينه بعد العوالم بتاعتي كله. واركب الريش التوجيه الراسيه اللي هي دي يمين وشمال. دي. يمين وشمال. ماشي. وبعدين؟ تمام كده. اوكي. بعد كده بجمع الكنترول بوكس اللي بيتحكم لي بتشغيل الوحدتين. كنترول بوكس الوحدتين الخارجيه والداخليه. ده اللي بيتحكم فيهم. اللي هو ده. كنترول بوكس الموتور يعني عامل زي لا الكنترول بوكس ده فيه بورده هي اللي على البرنامج اللي بيشغل زي البورده اللي في بتاعت الفصل على البورده. انتوا بتعملوها هنا برضه؟ تمام. البورده بتتصنع. احنا هنا معلش عايز اسال سؤال بقى. اتفضل. تكييف تورنيدو الهايل ده، انا شايف ان كل حاجه متصنعه في مصر. تمام. كل حاجه بتتعمل قدامنا، فقول لي كام في الميه منه متصنع في مصر؟ نسبه 70%. 70%. من جهاز تورنيدو تصنيع محلي في مصر. يا ايه اللي جاي من بره؟ الكبات والموتور بس. تمام. والباقي كله مصر. الباقي كله في المصانع هنا. مصنع البلاستيك بيصنع اجزاء بلاستيك تبع العربي. تمام. بعد كده في مصانع مغذيه لينا برده من بره العربي، الكرتون كله من العربي. اما باقي المكونات من العربي. هنا ايه بقى؟ مكونات من مغذيات خارجيه. ماشي. هنا اللي بيحصل بقى؟ هنا بعد ما جمعت الكنترول بوكس بيركبوا حاجات ايه؟ بوصل السلك واركب السنسور اللي بيحس بدرجه الحراره عشان يفصل. بالظبط. اهم حاجه التكييف يفصل. بالظبط. اوكي. بعدين بعد ما اوصل اسلاك الكنترول بوكس واوصل التوصيلات الكهربائيه بتاعتي. ايوه. في عنده نقطه كيو سي بتبقى نقطه ايه؟ كيو سي جوده. نقطه جوده. ايه بيعمل براجع يعني؟ على كل العمليات والبروسيس اللي على الخط واشوفها مظبوطه ولا لا. هنا بختبر اختبار الارضي. توصيل الارضي زي اللي في الوحده الخارجيه بالظبط. واركب الوش بتاع الجهاز. هنا اختبار العزل الكهربي. بطبق 1800 فولت على الجهاز برضه لمده ثانيه زي ما عمل هناك. بالظبط. واشوف مقاومه الاسلاك هتتحمل ولا لا 1800 فولت. هنا بقى بيخش الاوضه دي ليه؟ هنا بدخل هنا اختبار الاداء، بختبر اداء الوحده دي اللي اكنها في البيت. اكنها في البيت. ربنا يخليك. على حسن التعاون. شكرا جدا. وعلى النظام الحلو اللي انت عامله عندك في المصنع. طيب جاهزين للسؤال؟ سؤال النهارده بيقول ايه نوع الفريون المستخدم في تكييف تورنيدو؟ نوع الفريون المستخدم في تكييف تورنيدو لسه كنت بقوله حالا في التقرير. مش عارف. اوكي. طيب اللي يعرف هيبعت على صفحه تورنيدو على الفيسبوك وعلى انستجرام وممكن يكسب تكييف من تورنيدو وبعد العيد يجي يستلمه من عندنا هنا في 14 شريف.